اهلا بيكم في الحلقة الخامسة من 100 يوم في السجن. الايام كل اللي انا قلته في السلسلة دي يا جماعة حصل فعلا وانا شاهد عليه. كان نفسي اعمله فيلم وان شاء الله هعمله فيلم كامل في يوم من الايام لما ربنا يقدرني. الحلقة الخامسة كنت حكيت لكم في الحلقة الرابعة عن وظيفة السرداب اللي هو الشخص اللي بيخبي كل حاجة في مؤخرته ده، وده شغلانة، ده شغلانة في السجن ومهمة جدا وبياخد عليها اجر كبير كمان. فمرة من المرات واحد من الشباب دول كان بيربط مثلا، تعرف كمية المخدرات الموجودة في السجون كتير جدا، فطبعا بيبقى عامل كيس بلاستيك كده ربطه جامد قوي وفي مثلا 200-300 حباية رامادول، 200-300 حباية ستروكس، 200-300 مخدرات. ففجأة اخويا مرة واحنا قاعدين واحد من العيال دول بدأنا لقيناه وشه بيصفر وبدأ يغمى عليه وقطع النفس. اتاري المخدرات اللي حاططها في مؤخرته دي في معدته، الكيس اتفتح وبدات تدوب تدوب تدوب، فجاله اوفر دوز. تعرف يعني ايه 200 حبايه رامادول ينفجروا في بطنك؟ بتموت في الحال، والزنزانه كلها عملتها على روحها. بص معانا قتيل وكلنا عارفين مات ليه ومحدش فينا يقدر يتكلم، لدرجه ان النبطشي قال بصوا يا جماعه احنا هنقول ان هو كان قاعد في وسطينا، والله العظيم ده حصل بجد، وفجأة اغمى عليه لوحده وتوفى، ما نعرفش ايه اللي حصل. راجل قطع النفس مش هزار، وشه اصفر، مخدرات انفجرت. حلو الكلام. لولا ستر ربنا كان معانا محجوز دكتور في قضية ما اعرفش كانت اموال عامة ولا ايه، طبيب راح شايله، شلنا الراجل ده وجرينا بيه على الحمام اللي هو الخرم الصغير ده وبتاع مش عارف ايه وبتاع، وقعد يحط ايده في بقه عشان يرجع، ودخل ايده، الدكتور دخل ايده في الشرج بتاعه وطلع الكيس، لقى الكيس مفتوح فعلا والحبوب، وقعدوا يعملوا وشه بميه ويعملوا له اسعافات ويديله تنفس صناعي لغايه ما الراجل بدا يفوق فعلا. كان هيموت مننا حرفيا، ودي في حد ذاتها كانت الزنزانه مش هتتقدر، كانت الزنزانه دي هتتفرم هتتفرم لو الراجل ده مات بسبب ان معاه مخدرات حاططها في الشرج بتاعه مخبيها والناس التانية عارفين، وكنا ممكن كلنا ناخد مثلا شروع في قتل او كلنا، لان محدش بلغ، فكلنا نروح في 60 داهية بسبب واحد مات بالطريقة دي. فطبعا حاجة في منتهى الخطورة اللي هما بيعملوه في السجن ده، وتبص تلاقيه ايه. المهم ان هو بقى نفس الشخص ده والله العظيم لما فاق قعدنا 6 ساعات كلنا بنموت وبره مش حاسين بحاجه في السجن اوسيم ده، كميه مخدرات. المهم بقى راح جاي ايه، بص يعني بعد ما الدكتور فوقه وبتاعه والله العظيم اول ما فاق وبتاعه بقى كويس كده وفردت فيه الروح وبدا يتكلم وبتاع، والله العظيم قام رابط كيس ثاني جديد كويس وراح حاطه ثاني في المؤخره بتاعته برضه، يعني مفيش فايده. فطبعا ممكن يعرض حياته للخطر عشان حبه مخدرات ولا حبه رامادول، طبعا عبط وهبل ما بعده هبل وبتاع. ففي يوم من الايام فجاه الساعه 2 بالليل حسينا بحركه جامده في السجن، ولقينا المأمور الساعه 2 بالليل ولقينا المأمور موجود. فاللي سمعناه طبعا جوه لا بيخش لنا جرايد ولا بيخش لنا بتاع، فاللي سمعناه من الشاويش او اللي هو امين الشرطه انه في كمين شرطه اتضرب في اوسيم، وجالهم تفتيش كمين شرطه اتضرب في اوسيم، يعني حادث ارهابي، حد هجم على كمين شرطه وقتل ضابط وقتل مش عارف ايه في ارهاب يعني في اوسيم، ده اللي احنا سمعناه، والحقيقه ايه الله اعلم. فجالنا تفتيش من مساعد اول وزير الداخليه على السجن تقريبا الساعه 1 بالليل، ما المأمور ده عمره ما يجي الساعه 1 بالليل الا للشديد القوي. ورئيس المباحث ما ينفعش يجي، رئيس مباحث السجن ما ينفعش يجي الساعه، الراجل شغلته الصبح وبيقفل مكتبه ويروح يعني موظف يعني. فطبعا بصيت لقيت فجأة جالي ترحيلة لوحدي. فاللي سمعته ايه بقى من امين الترحيلات، انه في كمين اتضرب في اوسيم، فجالهم تفتيش، فتقريبا شاف الباسبور الامريكي ولا معرفش ايه، فقال له انت عندك اجانب هنا ولا لا؟ قال له ده الراجل بتاع سيب ايدي قال له يطلع له ترحيلة فورا على سجن الاجانب، احنا مش ناقصين مصايب، لو السجن اتضرب وكلهم ماتوا مش مهم بس كلهم مصريين، انما الامريكي ده لو مات ده انا هتشال فيها، فما يطلع له ترحيلة دلوقتي وخلصونا منه ويروح سجن الاجانب. انا بقى قعدت قبليها مثلا ب 15 يوم اللي هو انت عارف السجن الدقيقه فيه بساعه، اللي هو انت قاعد والله ما بهزر انت قاعد كده تمام. فبعد اسبوع من القعده دي تمام، تبص في النتيجه، تبص تلاقي ان عدى يومين بس مش اسبوع ولا حاجه، انت حاسس ان انت اليوم ب 100 سنه في السجن، فاليوم ما بيعديش تمام.
فانا جالي اكتئاب وجالي اللي هو الحبسه، الحبسه وحشه قوي، متضايق جدا جدا جدا. فالتزمت، انا قلت بص والله، قلت والله العظيم انا مش هدعي ربنا، والله قلت ما هدعي ربنا، انا قلت ربنا عارف اللي انا عايزه اكتر ما انا اعرف اقوله، ربنا حاسس بالعباد. قد ايه انا اتظلمت، قد ايه انا ما اذيتش حد. انا كنت بغني الاغنيه ما اتعرضتش اصلا في مصر، الاغنيه نزلت على اليوتيوب بس، كاتب عليها للكبار فقط، عملت شغلي كمخرج كويس، وانا لا بتاع دعاره ولا لي علاقه. وبعدين اللي حتى البنت اللي قاعد يقول لك عندها 13 عاديه اداب اللي هي بتاعت سلمى الفولي والكلام ده كله، يعني هو قال لك ولا تقربوا الصلاه وسكت، كان المفروض يكمل الايه، كان المفروض يقول هي عندها 13 عاديه اداب وطلعت منهم كلهم براءه، لانه سلمى اصلا كانت ريكلام. سلمى اصلا من البنات الفتاحه، عارف الفتاحه اللي هي بتقعد في الكازينو، صاحب الكازينو بيأجرها عشان تشغل الزباين، فيجي يقعد معاها فتطلب اغلى حاجات في المنيو وتتعشى وتاكل وتشرب، وبعدين تستأذنه يعني داخل الحمام وتاخد 10% من ثمن الفاتوره وتروح، يعني لو ثمن القعده 10000 جنيه لازم الزبون يدفعها، هي ليها 1000 جنيه تقبضهم وتروح، دي شغلتها ريكلام فتاح. حلو الكلام. فهي كل ما كان يخش ظابط مش لاقي مثلا حاجه يعملها في الاداب، يقوم لمم البنات دي كلها من جامعه الدول وتنه طالع بيها، ودي في حد ذاتها دول يعني هما بينقوا البنات الغلابه قوي يشتغلوا الشغلانه اللي هي بتاعت ريكلام دي. فهي طبعا جايه من الصعيد وبتاع. المهم ان كل قضايا الاداب اللي اتعملت لها كان بيفرج عنها تاني يوم من سرايا النيابه، فاحنا لا احنا اصلا بتوع دعاره، ولا انا اصلا كنت اعرف اصلا عنها كل ده، وقريته زي الناس كلها في الجرايد اصلا يعني. فلما عرفت اصلا هي معاها شهادات براءه، واخده براءه في كل القضايا دي، وعمرها ما اتسجنت غير في سيب ايدي، يعني شوف كل يوم ظابط يعدي عليها يقول لها انت تاني اركبي ويعمل لها قضيه، فطبعا ويكتب بقى انها اتقبض عليها في اوضه نوم ونازله بالملايه، فيجي تاني يوم طبعا قدام النيابه، تاني يوم بتبات ليله في الاسم وترحل على النيابه تاني يوم، فيفرج عنها بضمان محل اقامتها، يفرج عنها بضمان البطاقه الشخصيه، يفرج عنها بضمان اي حاجه. ليه؟ تتقبض عليكي فين؟ اتقبض عليها في كافيتيريا كذا كذا. طبعا الكلام ده غير الحقيقه اللي كاتبه، الكلام ده غير اللي مكتوب في، ولابسه ومتشيكه وبتاع وبايته في الاسم، واضح ان هي ما كانتش نازله بملايه ولا نيله يعني، فاهم؟ فكلام غير مطابق للمحضر. فبص تلاقي ايه، النيابه يفرج عنها بس بيتسجل في ملفها قضيه، اه بتبقى براءه ما راحتش حتى محكمه، لكن بيتسجل في ملفها ان هي سوابق اداب. فاللي طلع حاول يشهر بسلمى الفولي ويقول دي مسجله اداب، اه مسجله اداب بس هي واخده براءه في كل، وانا شفت شهادات البراءه بنفسي، وتطلع الداخليه تكذبني لو انا كذاب، وتورينا كده ان هي خدت اي حكم غير سيب ايدي طبعا. بس فهي فعلا يعني، فاحنا اصلا لا بتقعد عاره ولا الكلام ده كله، ولا مش عارف اصلا الهبد بقى والتخيلات بتاعه المذيعين والتخيلات بتاعه الصحفيين والتخيلات بتاعه الناس والكلام ده كله، وانا مش بدافع عنها، انا بقول بقى دلوقتي الحقيقه. الست دي مسجله اداب؟ اه مسجله اداب لانها كانت بتشتغل ريكلام، والريكلام كوني اجيب ريكلام او انا ما اعرفش اصلا انها ريكلام، انا واحد صاحبي جابها لي اللي هو ظهر معانا في الكليب ده ثانيتين، ده نفسه اخد 3 شهور سجن وثلاث شهور مراقبه، اللي هو جه مسكني في نص الكليب من هنا، ده بيقول الحته اللي هي كان فيها لا 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 سيبوه، لا لا كمان في حد ماسك، ده كان بيصوت في المحكمه بيقول لهم انا لا غنيت ولا رقصت ولا عملت حاجه، انا طلعت 3 ثواني امسكه من كتفه، انا اتسجن ليه؟ اخذ 3 شهور سجن وثلاث شهور مراقبه، وحسني مبارك طلع براءه الله يرحمه بقى، ده القضاء بتاعنا. فاحنا كنا في مصيبه سودة، واخد بالك ازاي؟ بس فحصل الضرب بتاع الكمين ده، فقال لهم مساعد اول الوزير لما جه يفتش علينا نخلص منه، ابعتوا سجن الاجانب مش ناقصين قرف، لا يموت عندنا تبقى مصيبه. وفعلا بصيت لقيت ترحيله مخصوص جايه لي علشان وائل تعالى انت رحت على حاجه اسمها اللي هو السجن العجوزه، قعدت فيه ليلتين على مجالي اعتماد بسجن الاجانب، ودخلت فعلا اترحلت على سجن الاجانب. اول ما وصلت سجن الاجانب ده حرفيا كاني روحت البيت، الزنزانه فيها سته، فيها حمام مبني بشاور بميه ساقعه وسخنه، فيها تلفزيون، فيها بلاي ستيشن، كلهم روس، رئيس مباحث لطيف جدا، شاويشيه وجماعه اللي هم ماسكين السجن يعني، غلابه في الاليوبيه قوي، حاجه كده يعني تحس ان انت روحت فعلا من كنت في قبر. فانا طلعت ازاي بقى؟ انا ايه اللي انا طلعني؟ انا قلت مش هدعي، ربنا عارف انا عايز ايه، انا هلتزم الصلاه على رسول الله، وبدات اقول الجزء الثاني من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم،
في العالمين انك حميد مجيد. الاف المرات وانا بشاور على الزنزانه الحديد دي اقسم برب العزه ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هي اللي فتحت الباب الحديد اللي قد كده وخرجتني منه، وكان مثلا مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني لما اتضرب كمين فجه المساعد لا شاف الباسبور قام قال لك يتنقل، واتنقلت عشان اخرج من الزنزانه اللي هو سجن المصريين او سجن الاوسيم وسجن الموت، سجن اللي هو بص احنا كنا بنموت حرفيا، يعني منتهى اللا أدمية. أقسم بالله لو حطيت 90 كلب من غير أكلة وديت لهم رغيف عيش حاف والله لا يموتوا، ما بالك بشر بدل. فطبعا اتبهدلت بهدلة مش طبيعية. فهكلمكم في الحلقة اللي جاية اللي هي الحلقة السادسة عن دخولي سجن الأجانب والفرق الفظيع ما بين السجنين، وال حرفيا كان ناقص بسين ونبقى في الشيراتون ونبقى في، كانوا بيفتحوا لنا من 7 الصبح ل4 نطلع نتمشى، وعندنا ملاعب وعندنا كنيسة وعندنا مسجد وعندنا صلاة جمعة، واحنا في سجن المصري ما كناش بنشوف الشمس ولا عارفين الساعة بره كام ولا الدنيا ايه. فطبعا هشوف اقول اشوفكم الحلقة اللي جاية واحكي لكم عن دخولي سجن الأجانب. قعدت فيه شهرين، فأول شهر كان في سجن المصريين كانوا أسود أيام، أسود 30 يوم في حياتي، وال60 يوم التانيين كانوا حرفيا حاجة عجيبة جدا جدا. عشان تعرفوا ان السجون في مصر مستويات، فكان من حظي ان انا معايا جنسية امريكية فحطوني في سجن الاجانب. اشوفكم في الحلقة اللي جاية واحكي لكم ازاي استقبلوني في سجن الاجانب في سجن القناطر، وايه اللي حصل لي في السكة، والفرق ما بين سجن الاجانب وسجن المصريين في بلد المصريين. شكرا، واشوفكم في الحلقة اللي جاية من 100 يوم في السجن. وائل الصديق.